هيا حلوين، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة اعتقد كده باين قوي من الصورة دي، فطار تركي شيك جدا، يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه شكله حلو وروايح مختلفة وطعم كمان مختلف. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بقى نشوف جهزنا الفطار ازاي. ايه اول حاجة؟ انا حبيت انقي كده اطباق شكل بعضها عشان يبقى شكلها كده منسق والسفرة شكلها حلو، فجبت اطباق الخشب اللي عندي. انا عندي دول فهستخدمهم. قلت اول واحد هعمله كده للخضار والمخللات، ف قطعت كده طماطم، وانا مبحبش اقطع كتير عشان ما تبص بصراحة، يعني فعلى قدنا يعني. بس في اول واحده حطيت فيها كده الطماطم، حابه بس افردها مش واخده قوي شكل القلب. اوكي، تاني واحد هحط فيه خيار، وهحط بقى في الناحيتين التانيين كده زيتون، وهحط كمان خيار مخلل. ده انا جايباه من كارفور. ايه، وهحط بقى هنا خيار مخلل اللي هو الصغير ده، بس ده كده هيبقى اول يعني صينية عملتها. شايفين كلها خضار كده فشكلها لذيذة قوي. هعمل تاني واحدة بقى، هحط فيها الجبن عندي، بقى هحط شوية كده جبن. دي كانت جبنة موتزاريلا عندي، هقطعها كده، عايزة اعملها شكل مكعبات. بس هاخد كل واحدة كده على أربعة بحيث ان هي تبقى مكعب صغير بالشكل ده. هبدأ بقى أرصهم كده في الطبق عندي، يعني مش هرصهم قوي، انا هحطهم كده بشكل عشوائي يعني، بس في جنب واحد عشان أبدأ أحط الأصناف التانية. وبيبقى حلو لو عندكم عنب كمان مع الأجبان بيتحط، بيبقى حلو قوي. عندي دي جبنة مجدولة، دي من تركيا اصلا، فيعني نجربها برضو. شايفين ده شكلها، ريحتها حلوة قوي. ايه كمان، الجبنة دي انا بحبها قوي. عايزه اقول لكم لو حد جرب انواع جبن تركي او حاجات تركي يبعت لي كده يقول لي إيه على انستجرام القناه او في الكومنتات الانواع اللي هو عجبته. حاسه ان انا عايزه احطها بالكفر بتاعها علشان يعني شويه الالوان تختلف، وممكن كده احطهم بس يعني يفصلوا لون. عايزه اوريكم النوع ده عشان يعني ريحته فعلا حلوه قوي، وطبعا هدوقه برضو اقول لكم رايي فيه. ممكن كمان جبنة رومي، ده تاتش مصري شوية، مش عارفة في تركيا عندهم جبنة رومي ولا لأ، يعني احنا هنحط جبنة رومي بتاعتنا. ودي كمان جبنة قشقوان بتاعت بينار، دي برضو تركي، يعني حابة كده ان انا اجرب. بصوا هما كاتبين عليها سهلة الفتح بس انا مش حاسة، هحاول افتحها الاول بسهلة الفتحة دي، مش عارف. دي
بص انا يعني عايزه اخوض التجربه، هنادي على اختي تشوف. طلعت سهله الفتح يا جماعه، وفتحتها لي بصوا بمنتهى السهوله، يعني شكلي وحش قوي. برضو الحته حلوه قوي، بس هي دي عشان طالعه من الثلاجه فيعني شويه ماسكه في الكفر بتاعها. انا عايزه اطلعها بشكلها، مش عايزاها تبوظ. بعد حرب شويه طلعتها، هبدا بقى ازوق كده، يعني ممكن احط لها بس زيتونه كده، ممكن نحط برضو يعني خلات صغيره في انواع الجبن علشان يعني اللي عايز ياخد تبقى سهله. ده شكله، ممكن بقى احط مربى، عسل، زبادي. فانا جايباهم هنا يعني وحدات كده، ممكن احط مربات مثلا، مربتين فراولة، نحط كمان زبادي. بس شكلها حلو جدا، يعني شكل مش التقليدي بقى بتاع الفول والبيض وكده. هكمل كمان، عايزه اعمل لبنه واحط عليها زعتر وزيت زيتون. وطبعا بقى في يعني ايه في الاخر كده هنعمل بقى البيض بالسجق بتاعهم، ده حاجه خطيره. انا طبعا كنت مطلعه جبنه كيري ومش يعني شويه من الفطار بتاعي على شويه من الفطار بتاع الاطراف. دي لبنه، هحط بقى شويه كده صغيرين زيت زيتون. ورشه من الزعتر، هو الزعتر ده بقى سوري، ف يعني مش عارفه برضو بتاع تركيا، انا عايزه اللي جرب حاجات كده يقول لي. يعني اخر حاجه بقى هبدا اجهز البيض، ده السجق التركي. بصوا كنت يعني متحمسه جدا ان اجربه، فلقيته حد وصله مصر خلاص بقى موجود يعني، وسعره مش غالي. بصوا هو يعني في كده حبل، هو متغطي اصلا ببلاستيك. هقطع منه كده الحته اللي انا عايزاها، انا عايزه افكه، قلت افك البلاستيك اللي عليه. يعني مسكت بس طرفه بالمقص كده، لقيته بقى سهل بيطلع. بس ده كده شكله بعد ما قشرته. هبدأ بقى اقطعه سلايزات رفيعة. حط بقى الطاسة اللي هعمل فيها البيض، حط فيها كده شوية سمنة صغيرين، بس استنى يسيحوا وابدا احمر شرايح السجق. بس خلاص السمنه بدات تسيح عندي، هنزل بقى بالشرايح دي عشان تتحمر. بس انا عايزه اغطي كده الطاسه عشان لما انزل البيض يبقى كله ايه فيه. طبعا لو هتستخدموا طاسه زي دي إيه فيستحسن طبعا الحاجات البورسلين وكده ان احنا نبقى مهديين النار شويه. بس هو بدا يتحمر، يعني الريحه بدات تطلع فظيعه. بقى هو اتحمر وقلبته على الناحية التانية، هبدأ انزل كده البيض. بس وانا هغطيه علشان يستوي، وهرشله بقى ملح وفلفل بسيط كده.
هو طبعا ده انا هدوقه معاكم اول مره، بس ريحه حلوه قوي. واستعنت باختي تحضر كده شويه حاجات، بتعمل باستا في العيش والحاجات دي، فبرضه لما دخلت المطبخ بتقولي ريحته حلوه. هعمل بقى الشاي على ما البيض يستوي. ده شاي ليبتون جاي من تركيا. عايزه اقول لكم بصوا فظيع ازاي. هو انا صاحبتي كانت في تركيا، فهتلاقوا يعني اغلب الحاجات كده متدلعه، جايبه لنا سميت وشاي وبصوا حاجات. ده اللي خليني اعمل فكره الفيديو اصلا الفطار. ده باكت كده صغير، بس بيتفضى في الكوبايه. عايزه اقول لكم طلعت كوبايات الشاي بقى التركي كمان علشان اكمل الجو على الاخر يعني. الشاي ده انا دقته إيه، عارفين تحسوا ان فيه ميه مظاهر موارد حاجه كده، طعمه مختلف عن الشاي بتاعنا خالص، ومختلف عن الشاي التركي اللي بيبقى بردين فوق بعض، يعني ده فيه مظاهر موارد حاجه كده. هقلبه بقى كده واستنى البيض يجهز، يبقى احلى فطار تركي. البيض بقى عندي خلاص استوى، وبصوا شكله تحفه. وعايزه اوريكم اختي كمان عملت كده باسكت عيش. السميد ده تركي جاي من تركيا بجد، فيعني بصوا الفطار كده متكامل تركي خطير. وحط التوست بقى وعيش بتاعنا احنا عادي. فندوق بقى الحاجات مع بعض، لان متحمسه جدا للبيض ولانواع الجبن التركي. اوكي هندوق بايه؟ ندوق بتوست. بس اخدت بقى لقمه كده فيها بيض وسجق. طعمه فعلا مختلف قوي وحلو، عجبني. وفي طعم كده سبايسز وبهارات وتوابل كده، بس طعمه حلو جدا ومختلف جدا عن اي مثلا انواع بسطرمه، لانشون، روزبيف، الحاجات اللي احنا ممكن بنستخدمها. فحلو جدا فعلا، تجربه يعني جديده. اللي بيحب ان هو يدوق حاجات جديده تجربه جديده. عايزه بقى ادوق الجبن. بصوا هي من جوه يعني بيضه خالص، برضو شكلها حلو. بصوا هي طعمها جبنه عاديه زي يعني موتزاريلا، بس هي احدق شويه، نوع من انواع الشيدر اعتقد. يعني هي عايزه تسيح هتدي نتيجه احلى. هجرب في فيديو تاني نسيح كده منها نعمل توست ونشوف هي حلوه ولا لا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.